أهلا بمن شرف السهرة وحلوا أهلا بمن شرف السهرة وحلوا فدوا عقدة همومي حلوا إي والله اليوم ضيوفك يا إبراهيم دورك لقلالك حلو وقامت الدار ترقص على كعاب اي والله الصبايا الصبايا بالحلا الله بلاهم الصبايا الصبايا بالحلا الله بلاهم ما فينا نعيش اي والله ما فينا نعيش بالدنيا بلاهم والله يا خيو بقض العمر بسنين بلا هم وهموم داب عقلوب الشباب يا أوف 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 خمسة صبايا حد العين وحدة منهم مقلوبة الغمزة تاع يما شعر الخرنوبي ايه غمس صبايا حد العين واحد منهم محبوب الغمزة تاع الميلي يما شعر الخرنوبي يا بوي يما شعر القرنوبي يا بويل يا ويلي يما شعر القرنوبي يا الله يا الله
عاشق العربة لابس مني سهادة مجري ليها اللي تنسى قلبي موعود وابوها شيق العربة لابس مذوية سهادة وجبيني هل تنسى قلبي موعودة يا باوين يا ويلي والله لا شك شكتوه يا باوين يا ويلي والله لا شك شكتوه يا الله يا Bes. Efendim, hoş geldiniz, safa geldiniz, gönlümüze neşe verdiniz sayın seyircilerimiz. Ekranı başında ve stüdyodaki olan konuklarımız, her zaman sizlerden şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz geldiğiniz için. Gönlümüze daima halla güzel güzel o ruhunuzdan gelen hisleri ve çiçekleri saçıyorsunuz gönlümüze. Bizler de sizler için en güzel elimizden geldiği kadar sanatçılarımızı davet ediyoruz. Kimisi uzaktan olsun, kimisi geçen gün duydum bir tane de birden gelmiş, getireceğim. Bir bayan gelmiş, onu da getireceğim. Saygılarım var, Fatma Lali de buradaymış, onu da istiyorlar. O da bir sanatçı, biz de belli bir sanatçıdır. Ona da saygı duyarım, Ali Mamu kardeşime de. Efendim başlangıçımızda bir sözü uzatmayalım. Şimdi gelelim güzel size bu Necmi Leyali Necmlerini, yıldızlarını sizlere tanıştırayım efendim. Ehle ve selen ve şerreftune ahbebne. Ya ehle ve sehle ve nevvertune. Necmi Leyali, programı Necmi Leyali daimen bi intizarı tayyibin. İnşallah nıgder nitmekken nitkul ala kulub muhabbina. Allah izavud muhabbetine le ba'dna. Vallahi habibne le nas, yuhabibin nas ilna. Ve nitmenne elif khayr inşallah le cemiyye ümmeti Muhammed. Ve na'arrifkun السليم سليم الوافي سليم الوافي صفقة قوية سليم
أنا وياه أول بورام أنا بالنسبة لي طلعت هون أول بورام طلعنا سوا بوقت صار نصيب مظبوط سليم؟ صحيح. سليم فنان قوي ومعروف بسوريا وأداء حلو الله وكل الناس مبسوطين. إجا طلبات كثير على فكرة يعني نحن سليم صار يمكن ثالث رابع مرة عم طالبه بس مو بكيفه يعني عم طالبه بالزور يعني ليش في طلبات جيت على طلبك أنا مو حبيبي في طلبات مو بس أنا والله ناس ما شاء الله يعني جمهورها قوي اللهم صل على النبي شو بدك غنينا حبيب قلبي والله يا بدنا نغير البروجرام كله يعني ايه راحتك يا اخي ابو احمد يعني الساحة لك يعني هذا الوقت هذا لك ان شاء الله راح نغني شو طرب غني اللي بتحب قلبك المهم تدخل بقلوب الناس نحن يا سيدي اهلا وسهلا جمهورنا يكون مبسوطين وصفقة قوية لأخوي سليم طبعا اهلا وسهلا لكل الجمهور العزيز تحياتي لكل من يشوفنا وكل من يطمش علينا احلى تحية لكل من يطمش بدون استثناء اهلا وسهلا بكم تحياتي على استاذي الكريم عيون عمر برجل ابو احمد حبيب قلبي جار العزيز تنجدون والله كل سنة بهذا اليوم 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 يا هل تركي يا خوتي كل سنة بهذا اليوم 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 كل سنة بهذا اليوم والله السورية يمنا تسيرون ولك بعد الوطن ما طاب خاف تنشذون يما يا يما أبو سامة حبيب قلبي عيوني تحياتي عيون حبيب قلبي خلينا جبور يا مدينة عراسي لا تواخرنا خيوم تحياتي كل موجودين والله كل ما تمر ذكراك كل ما تمر ذكراك ارجع البيتك والله كل ما والله كل ما تمر ذكراك اي والله ارجع لبيتك الوطن لا تنسوا لا تنسوا لك شانت وصيتك Yeah.
احمد خويا يمتى حزننا يزول يا ابو احمد يمتى حزننا يزول والزول الهموم ولك امد قمرنا يعود ونزف للنجوم يا ناس يلي مشيتي بليل شعودك كنا عمري قضيته وياك ولنا على ولنا يلي مشيتي بليل شعودك كنا عمري قضيته وياك ولنا على ولنا ها مجروح بس لا هوش دكيلة عون اللي ساعة ينام ليلة مجروح بس لا هوش دكيلة عون اللي ساعة ينام ليلة بغيابك شي ما تخلى والحنة بغيابك شي ما تخلى والحنة هلا يلا صفقة صفقة عيني صفقة عشنو يا بقول لي بعش تريد اي والله يلضي عثني ولك شل فرد روحين ترى ما فارقتني قل لي شمعش تريد يلضي عثني شل فرد روحين ما فارقتني قل لي شمع شي تريد يا الله يعدني شلنا فرد روحي وما فارقتني ها مجروح بس لا هوش تكيل عون اللي ساعة ينام ليلة مجروح بس لا هوش تكيل عون اللي ساعة ينام ليلة بغيابك شي ما تخلى والحنة ها بغيابك شي ما تخلى والحنة عرفت يا عرفت والله الخجل لا والله فيك بركة ما شاء الله عرفت يا ابو احمد الله يسلمك فيكم شكرا الله يعطيك الف عافية الله يعافيك شلون سليم؟ انا بحب مواوي سليم 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 يعني سليم حقا سليم الله يسلم هاتم يا سيدي والله حلو هلا شمدي sayın seyircilerim Urfa'yı yazıp boşluk bırakın 39-69'a yollayabilirsiniz mesajımız Urfa'yı yazıp boşluk bırakın 39-69'a yollayabilirsiniz bizlere ulaşabilirsiniz mesajdan efendim şimdi tekrar Layık kardeşim, Layık Hasan kardeşime güzel bir alkış diyorum sizlerden. Ana Layık, şifte kabul almalı. Mayıklar mı? Ya hala ve sehla valla bitnavur. Allah yeselmek. Nehne vallahi şuf ya. Allah yeselmek. Hem de tmenne kirli şebab fennanin. Allah yeselmek. Yevucudu hani. وخيو انطلعوا هيك مثل الزهره الله يسلمك نشمموا الجمهور الحلو الله يسلمك ويديمك الله يخليك تعالي عليك كني في شباب تانيين ما موجودين بأرفا وظنوا ايه بغير محافظات صغيرين صح هذا شوي عم يعرقلوا بالجاي اكيد مين كان ابو اللي بيجوا من سوريا يا رجل ايش حكايه يلا بالولد ها الامور شويه صعبه وكثير صعبه ايه الله يكرمك نتمنى له خير ان شاء الله الله يسلمك الله يوفقك ويوفقك ويوفق جميع امه محمد الله يسلمك يا ابو احمد العزيز ايه شو بدك تسوي اليوم والله قلبي خير جاهز لي ما شاء الله جاهزين ان شاء الله ايه يلا الله يكرمك ان شاء الله تنال اجابكم واجاب الجمهور العزيز صفة قوية لاخوي لا يسلمك ميكروفونك معك مساء الخير تحية خاصة لعيون مدير القناة الغالي إبراهيم تورو أحلى عيون مقدم من القناة أبو أحمد عمر قلجان حبيبنا وتحية وكل شيء طمش علينا وشوفنا وتحية لمعلمنا الغالي خليه جبوري أبو مدينة حبيب قلبي وأهلا وسهلا بكم عيون غايرة منجم حبيبي هذا العراقي
عيون ابو عز الدين. حبيبي ياسر يما يا يما يا يما يا يما عمت عيني يا يما والله أموت أموت بنظرة عيونك طبيب شلون داواني والله طبيب شلون داواني يقول اللي العمر خالص حضنت زين بحضاني والله حضنت زين يا يماخ يا يماخ يا يماخ والله حضنت زين بحضاني يا ابو احمد اقول للمتت يما يا كمان توصي دفاني والله امانه 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 توصي دفاني تخلي للقبر طاقه هناك اشوف خلاني يما يا يما يا يما يا يما عمت عيني يا يما هيا سلام ايوه هو الله هلا محمد بح 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 شنو بالك شنو هالمعذب دلالك شنو بالك شنو بالك شنو هالمعذب دلالك انت بنية صغير هنا وشلون ادور بيدالك انت بنية صغير هنا وشلون ادور بيدالك هاي هاي وبعشقتنا علمت امك شنو يهمك شنو يهمك وبعشقتنا علمت امك اذا الله خلاني على صديري لا ضمك شنو بالك شنو بالك شنو هالمعذب دلالك شلون ادور بيدالك هاي 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 كل الهلا بالغالة جانس على يا ريت انت السقماني وانا النيشان هاي مدينة هاها الهيدن بيتك يا زينك المانية شعرك اشقر وعيون الزيتونية على هالهاميدينا لنا جاية قاعدة معها تسوى العمر الخلصان سلم
الهالة وبالغانة جانس عالم قلبي صاير بابا من هالنسوان والكل الهالة وبالغانة جانس عالم والله انتي مدينة شيخة النسوان والله جرحين وسط القلب يا يما حط الزمن بينا والله يا ابو احمد يا اخويا حط الزمن بينا يا ولوي طيب جرح القلب يا يما لهجة وغوالينا شكرا ربي على سالفتكم يا اخي ما شاء الله الصغار هذول فرحونا والله الله يفرحنا ذكرونا بولادنا سوريا اي والله العظيم الله يفرح امه محمد مع اولادهم والله يفرج علينا وكل واحد يجعل محمد الله يمضي هالايام اوامي والله العظيم بجنا الله يجعلها خير يسلم هتم يا سيدي يسلم هتم الله يعطيك العافيه الله يسلمك تعال الميكروفون ما ينزل من ايدي تعال يا اخوي ما بدنا نضيع وقت بالحكي ها يا اخوي احمد الاخ احمد الوافي ابن اخوه سليم الوافي ما شاء الله الوافي كل الفنانين نحن بدي اقول لك شغله يعني حقيقه الفن فن مو ضروري يبقى من الاجداد اجداد لا فن هو عطاء الروح رب العالمين بيعطي انا بالنسبه لي كان عمري 7-8 سنين الصف الاول كنت بنجح بالغناء كسلان بالصف صراحه لان ما بنعرف عربي كنا نحكي نحكي تركي اكثر شيء ايه كسلان دائما صفر املاءات اخيو قام ينجحوا لي بالاغاني بتجمعوا الاساتذه والطلاب كذا بالطفوليه هالشغله بقي فيني انسان اذا حب الشغله حب الشغله لو عمره 100 سنه بتم بحس نفسه لسه بهالايام الطفوليه الفن بيجي من رب العالمين ما هو شغله فنان بالزور مستحيل فلذلك انا بقول قبل هالمره كمان في ابن اختك اني ابراهيم الوافي هلا احمد الوافي سليم طبعا شيخه ما شاء الله في بركه ايه البيت الوافي ما شاء الله مبين عليه كل الاداء الحلو هذا عطاء رب العالمين نحن شالونا هيك من اجرينا ونقطونا كله نقط الفن صراحه يعني نحن كلياتنا بنغني ونعزف وكله الغناء يعني شلون بدي اقول لك ما بعرف الغناء من جميع الالوان يعني فلذلك هذا عطاء رب العالمين الله يوفقكم ان شاء الله اتمنى لكم الف خير والميكروفون معكم اخي صفحه قويه هيك الاخ احمد بسمعه اول مره اول مره عليكم جميعا حبيبي تحيه خاصه الكل شي حاضر ويانا خاصة لعيون أبو مدينة لعيون خليل جبوري تحية لها النبسورية وهلا وكل الهل العيش هلو ياكم يا لذ العيش ويطيب ويطيب ونسايمكم تداول جرح يبا يا يبا يا يبا والطيب والطيب هل منكم تعلمت الوفاء وكهلي منكم هل بتركيا
لك هل منكم هل بسوريا تعلمت الوفا يا بويا والطيب والطيب هل يا اهل المضايف والدلال يبويا 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 ولك عونك عونك يا وطن يا ابو الحضارات ولك عونك يا وطن يا ابو الحضارات حضنك لو صرت ولك كلك سجاجين اريد ابدي اريد احجي ومن يصدق هالخرافات اريد احجي يا ابو احمد ومن يصدق هالخرافات إلك حب السوالف عالسلاطين يا ابو الخير ليش تفيض خيرات وك على الجيران وعيالك مساكين عيالك مساكين جربي قلبي هالليل سنة طولك على قلبي هالليل سنة طولك على قلبي هالليل يا الليل احس بولدمع جاري هالليل يا ولي هالليل يا الليل يا الليل يا الليل نخيت الساجدين الصبح يا يما يا ولي نخيت نخيت الساجدين الصبح يا ولان يا ولان نخيت الساجدين الصبح ولي يا ال ولي على فراق العزيز من الغياب يا ولكم حصرتين ولما نتنام الناس يا سلام الله بالله لا بلكم لا بلكم يا يما يا ولي يا يما يا ولي لكم حصرتين يا ولي يا يما يا ولي يا يما يا ولي يا يما يا اخ نديمة يا ولي يا دادة بالله بيان السفرتين عنيت عالغالين يا غالي وتوها حليت ويا الغالة التعليلة لمن زدت الهباري عجد إليه تو حليت ويا الغالة التعليلة ولما زدت الهباري عجديلة عشو لبس الاسود يا لك بس عالطويلة لبس الاسود يا لك بس عالطويلة حطت علم دلال بنية العربان جنتي وردة وريانة ومتونس بيج خذاك عفونا الزلم الله يواريج
والتحقي علي ابني ارد حاجيج الله بلاش بعافن مجلس نسوان ضلوع الصادر ينعدن يصير محاطب تعليله ضلوع الصادر ينعدن يصير محاطب تعليله والنخيتك لا يا الغالي اتباي تدباي تدباي اتيمنا ما اقول يكون من بيت الوافي وما يعرف يغني ما اقول الحكي يعني ما شاء الله يسلم هتم الله يعطيك العافية صفا غوية لأخوي أحمد هيك يشجع شبابنا لهنا بإذن الله تعالى دائما نعطي فرصة لشبابنا الله يقويهم لأنه إذا ما أعطينا نحن فرصة هذول لا يزبط عنا وطويلة وعريضة الله يقويهم ويقوينا القناة الأرفة والعاملين فيها أفندم شندي ده ben bir şey yapmadım. Tabii başta okudum. Şimdi Türkçe yapamam. Belagatse yapamam abi. Ama inşallah bizi bekleyin. Ayrılmayın programımızdan. Az aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Türkçe de okuyacağız efendim. Reklamlar.